ضمن اجتماعات الجمعية 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، عقد اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تناولت الزخم البرلماني لموضوع مكافحة المعلومات المضللة ومحتوى الكراهية والتمييز في الفضاء الإلكتروني. وخلال الاجتماع أكد وفد الشعب البرلماني المشارك في اجتماعات الجمعية أن مملكة البحرين كفلت بموجب الضمانات الدستورية والقانونية حق الرأي والتعبير، كما أشارت الشعبة إلى أهمية دعم ومساندة الصحافة الملتزمة بمهامها ودورها المتزن في التعبير عن الآراء وصحة المعلومات، مع مراعاة احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بها وحماية الأمن القومي. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن دستور مملكة البحرين كفل حماية مبدأ المساواة ومنع التمييز من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية وإصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحظر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتمييز، مع وجود عدد من آليات الانتصاف الوطنية التي تلعب دورا بارزا في التصدي لأي شكاوى بهذا الشأن. رسالتنا كانت عن مملكة البحرين كبرلمانيين كانت تدعو للاحترام، عدم التجاوز أو التعسف في استخدام حق التعبير والرأي فيما يمس السيادة والأمن الوطني، وكذلك المساس بحقوق وحريات الأفراد الآخرين. ضرورة يتم الرقابة على كيفية ممارسة هذا الحق، في ذات الوقت أن يكون هناك في وضع عقوبات لمن يخالف مثل هذه الأنظمة، كونها أنه ممكن تمتد أثرها على النطاق الوطني أو الدولي، خاصة في الجرائم المتصلة في الازدراء وأيضا المساس بالأديان. تكلمنا كشعبة برلمانية إماراتية أول شيء في عن الكوب 28 اللي بتستضيفها دولة الإمارات في شهر 11 إن شاء الله هالسنة 2023، ووضعنا بند مهم جدا في مشروع قانون وقرار المحافظة على الغابات، وأضفنا هالقرار البند أن نحط أن دولة الإمارات هالمرة بتستضيف الكوب 28. Today we were attending this meeting of the Democracy and Human Rights. اليوم ناقشنا في لجنة حقوق الإنسان للاتحاد الدولي عدة مواضيع، كان من أبرزها المحافظة على المناخ ووضع التشريعات والقوانين المطورة، إضافة إلى المواضيع التي تتعلق بالأمن السبراني.